شوف احنا اليوم نعمل عادة تدوير لمادة كانت بتروح للمزابل ما حدش بيستفيد منها، نعمل تدوير انها بننتج مادة في احتياجها المزارع في احتياجها البلد اللي هي كرتونة البيض. اليوم شبه صار عندنا اكتفاء ذاتي من المنتج نفسه ومواصفات ممتازة جدا جدا. فاجتنا الفكرة في 2019 بلشنا نشتغل على الموضوع. في كانت عندنا عواقب اول موضوع او مشاكل، اشتغلنا سنة سنتين وتواصلنا مع شركات في الصين، استوردنا أمور معينة، القوالب في طرمبات استوردناهم وحد لغاية لما وصلنا المنتج بشكل النهائي. المنتج تاعنا بيخدم البيئة كمادة أساسية، لأنها بتروح يعني إذا احنا ما استلمناها وعملنا عادة التدوير لها حتروح للمزابل، كويس مضرة بالبيئة، غير هيك عبء على البلديات وعلى الحكم المحلي. المنتج تاعنا اليوم احنا بنخدم البيئة وبنخدم المجتمع، بنخدم البلديات نفسهم والحكم المحلي. اليوم المنتج هذا أنا لو ما شلتهمش الأطنان هذه من ورق ومن كرتون حينطر يشيلهم الحكم المحلي أو البلدية نفسها، كويس؟ وش حتكون عبء على البلدية من باب انها حتوديها للمزابل للحرق للأمور هذه. كرتون المستورد ضعيفة ضعيفة جدا ضعيفة جدا، أما العادي هذا اللي عندنا جامدة بكسرش البيض. فالحمد لله المصنع الجديد هذا وفر علينا حاجات كثيرة وبيعطي جودة عالية ونظيفة، كرتون ثقيل وبيريحنا في البيع ومشي معنا مع البيع ومع التجار ومع الزبائن مع الدكاكين كله.